النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله بأوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. كما شاهدنا، تأثرت المملكة اليوم بأجواء حارة، تأثرت بمنخفض جوي 50 ارتفعت به نسبة الغبار في الأجواء، وسادت أجواء كانت جافة نوعا ما. عبر خرائط الضغط الجوي تشير إلى أن هناك مرتفع جوي بدأ بالتقدم باتجاه المملكة خلال الساعات أو الساعة الماضية، ويتوقع أن يزداد تأثيره خلال ساعات ليلة الأربعاء الخميس، ويبتعد المنخفض الجوي الخماسيني إلى نحو الأراضي العراقية. هذا الأمر سيعمل على حدوث أمرين هامين. أولهما هو حدوث انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، وسيكون هناك انقلاب في الأجواء من الأجواء الحارة إلى عودة الأجواء المعتدلة، وفي ربما تكون مائلة للبرودة فوق بعض المرتفعات الجبلية في ساعات الليل. الأمر الآخر هو هبوب رياح يعني شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة غدا، مع هبات قوية في مناطق البادية الصحراوية، وتؤدي ذلك طبعا إلى بطبيعة الحال إلى حدوث موجات غبارية قوية في هذه المناطق، وتؤثر على أيضا مناطق شمال المملكة العربية السعودية. ذات الخرائط، خرائط الضغط الجوي باتت تشير إلى اقتراب منخفض جوي خماسيني، إلا أنه عميق هذا منخفض الجوي الخماسيني للغاية. من المتوقع أن يؤثر على مناطق الأراضي المصرية مع ساعات صباح يوم الجمعة، وينتقل نحو المنطقة بلاد الشام مع ساعات مساء يوم الجمعة. هذا منخفض الجوي الخماسيني هو منخفض عميق، بمعنى آخر أنه سيجلب معه موجات وعواصف ترابية ربما تطال أيضا العاصمة عمان، سيما مع ساعات مساء يوم الجمعة، كما أنه مترافق مع رياح مصحوبة بهبات قوية، وتؤدي لارتفاع كبير في الأمواج في منطقة خليج العقبة. أيضا من المتوقع أن تكون هناك فرصة لبعض الزخات المحلية الطينية من الأمطار يوم الجمعة. هذا طبعا ملخص الأحوال الجوية بحسب خرائط الضغط الجوي. لكن في إذا انتقلنا إلى توقعات الرياح، كما تلاحظون غدا هذا اللون الأحمر تعني الرياح القوية، هذه مع ساعات نهار يوم الخميس رياح مع هبات قوية في أغلب مناطق البادية بادية الشام، أخف كلما اتجهنا نحو الغرب، وهذا من شأنه أن يعمل على إثارة أتربة ورمال بشكل واسع على المناطق الصحراوية. لكن نلاحظ يوم الجمعة هناك فرق شاسع، هذه الألوان تعني رياح شديدة، من المتوقع أن تهب على أغلب الأراضي المصرية في مقدمة تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني العميق، وتؤدي تشكل موجات غبارية وتتحرك لاحقا باتجاه مناطق بلاد الشام. وهذا ما تظهره بالمناسبة خرائط توقعات الغبار التي تشير غدا الخميس إلى وجود موجات كثيفة من الغبار على منطقة بادية الشام والمناطق الشرقية والجنوبية من المملكة. ولكن في حال ذهبنا إلى ليلة الخميس على الجمعة، كما نلاحظ خلو المنطقة من الغبار، ولكن يعود موجات غبارية كثيفة بهذا اللون البني فوق الأراضي المصرية مع ساعات صباح يوم الجمعة، لتنتقل نحو المملكة مع ساعات المساء بمشيئة الله تعالى. نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية. في إربد من 21-12 تقريبا في حوالي 8-9 درجات مئوية فرق ما بين العظمى التي سجلت يوم الأربعاء والمتوقعة يوم الخميس، إذا نرجو الاحتياط في موضوع اللبس عند الخروج إلى الخارج. في جرش 22-12، في عجلون من 19-11، وفي المفرق من 23-13 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان من 20-13 تقريبا حوالي 10 درجات مئوية فرق أيضا، في السلط من 23-14، في مدمة من 22-13، وفي البحر الميت من 29-19 درجة مئوية، في حين تكون في الزرقاء من 24-13 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية، في الكرك من 18-12، في الطفيلة من 21-13، في الشراء من 21-13 أيضا، في معان من 24-14، لكن الأجواء في معان مغبرة بالإضافة للرياح النشطة، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى نهار يوم الخميس إلى 31 درجة مئوية، في حين تهبط الصغرى إلى 21 درجة مئوية.
في المناطق الشرقية من المملكة تسود بها أجواء غدا عاصفة بعض الشيء، رياح قوية، موجات غبارية، تدني لمدى الرؤية الأفقية، تصل العظمى في الوجدة 28 في حين الصورة 13 درجة مئوية، في الصفاوي من 26 إلى 13، وفي الأزرق من 27 إلى تقريبا حوالي 16 درجة مئوية. يصادف الخميس طبعا موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وبالصحة والعافية، ويتصادف ذلك مع استقرار في الأجواء بالرغم من وجود ارتفاع في نسبة الغبار في الأجواء، مما قد يؤدي إلى يعني إعاقة عملية رؤية الهلال في بعض المناطق. لكن الأمر الهام أن غدا غروب القمر سيكون بعد غروب الشمس، أي أن الهلال سيمكث في الأفق تقريبا مدة ما بين 18 إلى 25 دقيقة. فمثلا في العاصمة عمان يغيب القمر وتغيب يغيب القمر 37 وتغيب الشمس في الساعة 7:11 دقيقة. ندعوكم إلى رؤية ومشاهدة فيديو آخر تم إنتاجه حول حقائق عن كيفية تحري هلال شهر رمضان، وماذا يعني ولادة هلال شهر جديد، وكيف يتم تحديد بدايات الأشهر القمرية في فيديو منفصل يمكنكم متابعته عبر منصات طقس العرب المختلفة. ولكن من الناحية الفلكية يعتبر أول أيام شهر رمضان هو يوم الجمعة. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية خلال بدايات شهر رمضان. إذن يوم الجمعة هناك منخفض جوي خماسيني، درجة حرارة تصل إلى 25 إلى 13، لكن أجواء مميز أنها خماسينية مغبرة، رياح شديدة، تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وارتفاع كبير في نسبة كثافة الغبار. لكن بحمد الله يومي السبت والأحد هناك انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، تعود بها الأجواء إلى الأجواء اللطيفة المعتدلة، تكون درجة حرارة في ساعة النهار 15 درجة مئوية، في ساعة الليل 10 درجات. وبالمناسبة هناك فرصة لأن نرى بعض الأمطار في العاصمة عمان يوم السبت، أما يوم الأحد تقل فرصة هطول الأمطار، ولكن تبقى درجات حرارة تقريبا ما بين 16 إلى 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء في ساعات الليل باردة نسبيا بعكس ما كانت عليه خلال الليالي الماضية. ويعتقد بأنه لن تكون الأجواء مناسبة للجلوس في الجلسات الخارجية في الشرفات في المنازل في هاتين الليلتين، ولكن طبيعي الفصل الربيع هي التقلبات الكبيرة على الأجواء، حيث يتوقع أن تعود درجات الحرارة مرة أخرى للارتفاع من جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.